السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين. طبعا وردني العديد من الأسئلة، الأخوة اللي اشتركوا مؤخرا بحساب الدولة في كشف الاستغلال، من بعد ما يدخلون على الحساب هذا اليوم حساب موجود اشتركنا به لوج إن أمام عيني، بعد الاشتراك عندهم مشكلة إنه من يدخل على الكلاسات يقول ما موجود خيار الكوك سبمت اللي أنت علمتينا عليه إنه نفحص كحساب انستراكتور. شو تسوي بعد ما سويت الحساب؟ طبعا اول شيء تتاكد من المكان اللي فعلوا لك عليه الحساب من الشركه الاصليه انه حسابك انستراكتور وليس فقط ستودنت. اذا انت فعلوا لك يا كانستراكتور تقدر تشتغل عليه على اثنين، تشتغله كستودنت وتشتغله انستراكتور. طيب شنو الميزات الحاليه بين انستراكتور وستودنت؟ اول شيء تقدر تستثني تسوي اكسكلود الى مثلا المصادر اقل من 1% او النسب اقل من 1% المصادر كذا، يعني تقدر تسوي اكسكلود بتحكم اكثر. وكذلك لحد الان حاليا في هذا الوقت الحالي اللي هو نقدر احنا نعتبره يوم 6 او 19/6/2024، لحد الان فقط حساب الانستراكتور يفحص ذكاء صناعي، مستقبلا ممكن يتحول حساب الستودنت ايضا يفحص اوكي، لكن حاليا الانستراكتور هو فقط اللي يفحص ذكاء صناعي. فعندهم مشكله بالكوك سبمت انه انا فعلت الحساب وحساب الانستراكتور وما بي الكوك سبمت، شو اسوي؟ اريد ادخل على الكوك سبمت حتى افحص. اول شيء بعد ما تفتح انت حسابك ينفتح باسمك، تروح على هذا الخيار اللي اسمه ستودنت تحوله الى انستراكتور. طبعا اكدت انه حسابك المفروض انستراكتور، الانستراكتور يحمل خيارين ستودنت وانستراكتور، لكن اللي يفعل ستودنت دائما يكون سعره اقل بكثير من الانستراكتور، يكون ما به هذا الخيار، يعني انت تدخل فقط تلقى ستودنت ما تلقى ستودنت انستراكتور. اول شغله. شغله ثانيه بعد ذلك تروح على اليوزر انفورميشن. طبعا اول خطوه تحول هذا ضروري، يعني اول قبل ما تروح على اليوزر انفورميشن تروح على كلمه انستراكتور، اذا لقيتها ستودنت اصلا تحولها من هنا، لما تحولها الى انستراكتور. بعد ما تحولها الى انستراكتور تحول الصفحه تمشي على يوزر انفورميشن. هذا اليوزر انفورميشن الخيار الاول اللي تلعبيه اللي هو اليوزر انفورميشن، الاكونت سيتنج تروح على هذا الخيار، مجرد ما تحوله منه تعطيه انستراكتور تمام عيني، تحوله تقول له انه انستراكتور، تروح على هذا الخيار اللي هو اكتب كوك سبمت، اكتب كوك سبمت، تقول له يس اور نو، يس تمام عيني، فقط هذا الخيار تقول له يس. بعد ما تقول له هذا الخيار يس هنا هذا الخيار يكون يس، تروح على هنا الاخير تقول له سبمت تمام عيني، هذا الخيار هنا تقول له سبمت، ترسله. بعد ذلك راح يتفعل عندك الاوبشن الخاص بالعفو. بعد ما اختارت الخيار اللي هو اكتب كوك سبمت تحوله الى يس، تنزل على هذا الخيار وتقول له سبمت. بعد ما تقول له سبمت لاحظ هنا تفعلت الكوك سبمت اللي انت عن طريقها عاد يقول لك يور يوزر انفورميشن هاز بين سيفد تمام عيني، تروح لهنا تقول له كوك سبمت وتشتغل على السبمت اللي علمتك اياها اني مسبقا، تختار منها سبمت يعني الخطوات اللي تعلمناها مسبقا نفسها نختارها هنا. ان شاء الله يكون الفيديو واضح بالنسبه لتفعيل الكوك سبمت لحساب الانستراكتور امامكم. اذا عندكم اي سؤال او استفسار واجهتوه بهذا الموضوع راسلونا على القناه ان شاء الله نجاوبكم. نلتقي بكم بفيديوهات تعليميه اخرى. دمتم بامان الله وحفظه.